الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا. جيناكم جبنا سهرتنا كل مرة فيها فنان والأحلى تبقى لمتنا والبسمة دوم رسالتنا في سهرتنا في رمضان تفرح دولتنا غايتنا والكل في سهرة فرحان. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم وتحية لكل مشاهدي ليبيا الحدث صحة طول الجميع وكل عام وانتم بخير. لقاءنا جديد يتجدد بكم في سهرتنا اللي دائما تواصلوا بها معاكم يومين عبر شاشة اللي بالحدث من خلالها نحيي كل مشاهدينا في جميع ربوع الوطن. أجواءنا أكيد ما تحلى إلا بمشاهدينا الكرام وبأجواءنا اللي نقدموا فيها كل يوم في سهرتنا مع نجومنا سواء كانوا من الفن أو من التمثيل أو من الإعلام أو من الشعر. أكيد حيكون أجواءنا أروع بتقاريرنا الميدانية مع زميلنا عواض البرغثي. لكن بداية شكرنا الخاص جدا لشركة الشهير للصالونات وشكر لحلواني لارين في منطقة الليثي شارع الحجاز وشكرا لشركة ألوان للنباتات الزينة في منطقة الفويهات الغربية. سهرتنا اليوم سهرة غير الأيام اللي فاتت كانوا معنا نجوم من داخل وخارج بنغازي ولكن اليوم سهرتنا من داخل بنغازي وكنا نقول بالعامي بنغازية بحتة. ضيوفي اليوم هم أصحاب مكان ومش ضيوف. الضيف الأول هو شاعر من شعراء مدينة بنغازي قدم الكثير وأعماله تغنى بها مجموعة كبيرة من الفنانين. إنسان راقي إنسان متواضع يحب كلماته ولا يخاف في الشعر إلا من الله عز وجل. كيف احنا نقوله بالعامي كلمته كيف السيف. وكان لنا شرف أنه هو كان كاتب كلمات أغنية برنامج العصية. وضيفنا الثاني شاب متواضع جدا شاب مكافح حب مهنته بدايته كانت في مجال الهندسة الصوتية ومن ثم انتقل إلى تقديم البرامج في الراديو ورمضان هذا كان عنده تجربة مرئية في أحد قنواتنا المرئية. ضيوفي اليوم الشاعر صفيان مطيغان والدي جي ومقدم البرامج عزو الفيتوري. صفيان عزو أهلا وسهلا بك. مرحبا بك حميد أكيد ورمضان كريم عليك وعلي أسرة قناة ليبيا الحدث وعلي بنغازي ليبيا بصفة عامة. نورتنا صفيان عزي مرحبا. أهلا وسهلا بك حميدة وكل عام وأنت بخير بمناسبة شهر رمضان مبارك وأيام قليلة وخشوا علينا نقول لكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. وأنت بخير إن شاء الله. اليوم أصحابي وأصحاب مكان مش ضيوف هم عزو وصفيان يعني الحمد لله مع بعضنا لنا فترة في المجال ولنا فترة في الدنيا وفضل من الله يعني الحمد لله شغلنا دائما متواصل مع بعضنا. الحمد لله. حنبدأ بصفيان لأن صفيان ما شاء الله يعني كلماتك صعبة شوية في الحق ودائما معروف عن صفيان هو كلماته وعرة ودائما كلماته في قلب المكان سواء كان على حب الوطن أو على حب قوات مسلحة أو كلمة حق في ضد من سرق الوطن ودائما جاهز في النابشي منابشي صفيان. الشاعر ديما له أجواء معينة. أنا خاطي نعرف الشاعر لما يجمع يكتب كلماته شنو الأجواء اللي يعيش فيها. والله شوف بالنسبة لنا كصفيان مطيغان أهم شيء الهدوء يا حميدة. نعم الهدوء والهدوء الهدوء وفنجان قهوة طبعا لازم منه. في حقه في الأفلام تالي يولع الشمعة ويطفي الضي والهامة ويخطل بالله عليك نحن قاعدين في 2019 الضيف راح ينقطع ورسمي الشباب راح بروحه طاولة أوتوماتيكية لكن أهم شيء القهوة والهدوء لازم منها لازم. كيف تنتقف كلماتك يا صفيان؟ كيف يخطف عليك موضوع تكتب عليه ولا أنت حد يطلب منك حاجة معينة؟ والله في هيك في هيك يا محمد في اللي قصيدة تنطرب مني شخصيا وفي قصائد خاصة القصائد اللي فيه النوع من المنابشة. أنا مواطن موجود في بنغازي ومواطن ليبي نشعر بالشيء اللي صاير فالشيء هذا طبيعي لازم نكتبه. ممكن لساني شوية حاد كيف ما يقول الإنسان طويل لكن بالعكس يعني فيه فيه هيك وفيه هيك وفي قصائدي مساني شخصيا. ما فيش مثلا صار لك تعرض عليك حد من اللي كتبت عليهم أو كيف تكتب على شيء معين صاير؟ لا شوف هو أو تهديدات ممكن يعني. فيه ميزة تمام أنا ما شخصنش في القصائد نحكي بصفة عامة واللي على راسها بطحة يحسس عليها لكن إنان شخص أنا ذكرت صاحب عادل القطب أيوة عادل اللي توجع كلمة مني أنا ما ذكرتش حد. أها.
صار مواقف بسبب قصائد سياسيه معينه ليش سفيان تقلتكي، والمشكله مش في العام، في الخاص يعني. في الخاص ولا لو تقابلنا برا يلوم عليك ويعاتبك، لكن كلمه الحق لما تبي تقولها معناها قولها وما تدورش حد. دوبك انت توكلت على الله وقلت كل انتخالي على الله. هي هذه، ربي يعطيك الصحه. الله يسلمك. عزو بدايتك كانت في الهندسه الصوتيه دي جي، كنت بدايتك كانت في راديو سناب ليبيا، وبعدين انطلقت الى القنوات الثانيه وما شاء الله عليك. يعني انا شايف فيك مجروحه، ما ينفعش ان انا نشكرك. تسلم، بارك الله. انا قريب منك، وبعدها جربت تقديم البرامج المسموعه. كان اول برنامج لك في راديو رعد هو سباق الاغنيه الوطنيه. اطلب تسمع. اطلب تسمع. وبعدها قبل المغرب. قبل المغرب هو البرنامج قال مفيد. طبعا بدايتي هي كانت فني صوت في إذاعة سنام الليبيا، اكيد نوجه لهم تحيه على راسهم الاستاذ رجب العريبي. بعدها قعدت فتره طويله في فني صوت، جاني يعني اتصال من افندي ناصر الحاسي، نوجه له تحيه اكيد. وكان البرنامج فكره العميد خالد المحجوب، نوجه له تحيه. اتصل بي ناصر الحاسي وقال لي راه البرنامج هذا يعني حتقدر عليه وكذا. قلت له انا استاذ ناصر راهو عارف قيمه المايك، واكيد يعني مش سهل، مسؤوليه اكيد. وانت تقدم يعني في برنامج في راديو رعد صوت القوات المسلحه، يعني هذا يعني شرف كبير لي. اتصل بي وتوكلت على الله. اول حاجه خايف انك الكلمه محسوبه عليك. اكيد هو يعني مش كنا كل كلمه يعني في اللي يفهمها غلط يقول لك لا حاطين عليه سلاح. لا بس انت قاعد في راديو رعد لانه يسمعوا فيك الناس كلها، وراديو يعني وطني، راديو جيش، فاكيد يعني كل يعني حتكون حريص في الكلمات شويه. فاتصل بي وقال لي شنو تقدر. قلت له انا المايك واعر وما نقدرش، بس قنعني استاذ ناصر. يعني خشيت على الهواء وجربت. خشيت وكنت فاطن مجهز الحلقه، كاتب الاعداد الحلقه ونبي نقراها، على اساس اول ما قالوا لي راهو هاي تبي تخش تو على الهواء. قعدت نبحث شاشه اللابتوب مش ولا كلمه نقراها. راح لهناك راح الكلام. فكان يعني المايك واعر حق اول حلقه يعني. كملت الحلقه طلعت قالوا لي ما شاء الله عليك اول حلقه كويس، مع ان اني انا مش راضي على روحي لان كنت نقول اهلا وسهلا بك ممثل المقدم مستمعينا الكرام وكذا كذا، ما فيش ولا حاجه قلتها. انت ممكن مش فاضي روحك عشان قلت، بس الناس اللي تسمع فيك عرفت انه هو الاداء كويس وكاول مره حلو. والحمد لله يعني بعد طلعت من الحلقه قول لا لا استمر انت صوتك في الراديو، يعني صوتك كويس وكذا وليه. ويعني ما ننسوش حتى محمد شركس يعني كيف في الاستماع واتصل بي بعد الحلقه. بارك الله فيك يعني. يعني دائما دعمك المتواصل حقيقي تحيه كبيره. ومنها يعني انطلقنا في الرد. كملت برنامج اطلب تسمع سباق الاغنيه الوطنيه، وبعدها وقفت على التقديم وقعدت قدمت تجربه مرئيه في رمضان السنه هذه مونديال النجوم مع استاذ جمال الدروي كذا موجود حتى تحيه. وكان ايضا لها طبع ثاني. الكاميرا مش كيف المايك اكيد. بس وين لقيت اوعر، المايك في الراديو ولا الكاميرا في المرئي؟ هو مش نقول لك الاوعر، هو خلاص انت قدمت في الراديو الاصعب الراديو. الراديو لانك انت تخاطب في الناس كلها، المرئي ممكن البرنامج اللي قدمته كان برنامج مش مباشر، برنامج تسجيل، يعني ممكن تغلط يوقف في اعادات في اعاده في مونتاج. لكن عيب الراديو انك النفس على الهواء انت يعني على المباشر. وانا يعني الحق يعني تجربتي في المرئي يعني تو يعني في رمضان هذا كان برنامج اسمه مونديال النجوم، فكره جديده، فكره شبابيه. هو يعني المرئي حلو لكن انا نفضل الراديو. الراديو عشت مع الناس واتصالات ومباشر، ويعني حتى برنامجي كان اطلب تسمع سباق الاغنيه الوطنيه، برنامج حبوه الناس. وتو نقدم في برنامج قبل المغرب على راديو رعد انا والاستاذ الفنان طارق المسماري، وجه له تحيه. فالحق لقيت روحي في الراديو اكثر. الراديو فيه ميزه وفيه عيب. وصفيا حتى انت قدمت برامج عديده في الراديو، قدمت السنه هذه برنامج في ضيف في فنان. في ضيف الفنان كان علي بالمستقبل، وقدمت راديو برامج عديده منها من زمان اتذكر في بغاز محليه مسكاوي. مسكاوي واخر حاجه مسكاوي اف ام على راديو ليبيا اف ام. على راديو اف ام يعني عشت التجربه المسموعه. الراديو جميل، ميزته انك انت توصل قلب المستمع على طول. صح. وعيب انك انت المستمع يحس بيك اكيد، كانك متضايق، كانك فرحان، كانك مبسوط،
رقيلك هيحس بنبرة صوتك. صح. فالصعوبة اللي واجهتك شنو سفيان في البرامج المسموعة بالذات؟ الصعوبة هي كيف ما قلت أنت، يعني الناس اللي تسمع فينا ما هي سهلة. أول شيء الكلمة أنت بتقولها بتنحسب عليك على طول. صحيح. أبسط غلطة تبي تنحسب عليك. بالذات مستمع بنغازي مستمع دقيق جدا، ويعني الشيء هذا أن هم مستمعين للراديو مش توا، من زمان. وقت اللي تقعد متضايق خذها على طول هذه كيف الشيك بيحسوا بيك. أنا صارت معايا اللقطة هذه، نتذكر بعد ردتي للراديو بعد وفاة الوالد الله يرحمه، أنا قعدت ممكن شهرين ما قدمتش. أول ما رديت أنا كنت حاسب حساب الحلقة الأولى بعد ردتي بعد الغيبة، يعني شلت همها وكأني أول مرة نقدم برنامج راديو. فالناس طول من أول بديت نزل رسائل انك انت بدي حلقة حزين، انت بدي حلقة حزين، في اللي عارف في اللي مش عارف. فبالعكس يعني المستمع على قد ما هو حبوب وقلبه طيب ويعشقك من صوتك، لكن خليك ديما واعي، خليك ديما واعي. الإذاعة رائعة لكن كما قلنا صعبة وحنحكي فيها أكثر، بس قبل ما يأخذنا الكلام وإحنا عندنا مهدز اليوم واجد، إحنا مثلا عندنا حديث واجد عن الإذاعة وعن المرئية، ومثلا عندنا حديثنا على المسرح اللي أكيد حيكون فيه أجواء طبعا، لكن نبوا نسمعوا شيء كلمات رائعة من سفيان. سفيان دائما كلماتك حلوة، الله يسلمك، نعشقوها نحن، وحتى تيتر بتاع برنامج صارتنا من كلماتك. شيء يشرفني يا حميد، طول لي عمرك يا رب. فشن سمعنا سفيان؟ شن سمعنا بما احنا قاعدين توا في قناة ليبيا الحدث وصارتنا في بنغازي، بس هي لليبيين كلهم. نعم. خلينا نحكي شوية عن بنغازي. بنغازي ياما شافت وتوا زهدت وفرحت يا حميد، الحمد لله، فرحت بالوجوه الطيبة اللي قاعدين يقدموا برامج، وفرحت بطولة الجيش والشيء اللي صاير على أرض الواقع. صحيح. الحمد لله أن بنغازي ردت كيف قبل وأحسن. تمام. فنقول لو كان عندي لسه مسلوم، نعم، لو كان عندي لسه مسلوم بحروف تلمع على القمر نكتبها، هل عليها يا عرب منصوم، وحتى في خيالي يوم ما نسيبها، بدموع تبكي ننقلب مهموم، وندعي على اللي فاتها عذبها، يا ناس ما نحمل بلاها يوم، ونعشق رحيل الشمس في مغربها عاشق، ولكن ما علي لوم في القلب هكي، ربنا حببها بنغازي، بنغازي ذهب وغالية في الصوم، لا تنجرح لا تخاف من يرهبها في كوم، عالمنا وهي في كوم، وديما عصية الخوف ما يعجبها، والله ندعي لها زهاها يدوم، يا ناسها والله لا تغيبها، ولو كان عندي لسه ما سلوم بحروف تلمع على القمر نكتبها. الله عليك، ان شاء الله عليك. تسلم. على المايك اللي صفر، عزو 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 دافر المناشه، هو خلاص اضرب من طور الرسميات خشوا في المناشه. تو موضوع المايك اللي صفر احكي لها انت يا عزو، مش كلنا نحكينا. لا هو قصه طبعا احنا مش الناس يفهموا، في الناس مش عارفين، احنا دائما في حفلاتنا مع بعضنا شاكر التقديم عزو الدي جي سفيان الشاعر. تو خش على موضوع المهرجانات والحفلات التخرج، اكيد سفيان يعني ما شاء الله عليه وربي يحفظه، لكن فوق المسرح او فوق اي عمل ما يبصرش فنيا، يعني العمل بروحه وسفيان كصاحب وحدايا ديما اكثر انسان، يعني مش يخاف منا، بالعكس هو يخاف على شغلنا سفيان، لكن ديما اكثر انسان وحيد. تو محمد شركس ممكن مع المايك يصفي بحد فيه، نغير له المايك على السريع وندير له اي راي، لكن سفيان نعطي فيه في المايك ونقعد ندعي يعني يا ساتر. ان شاء الله ان شاء الله ما يصفرش ان شاء الله. ليش؟ لان سفيان حيدوي كلمتين، الاولى التصفيره الاولى يبحتيك، الثانيه غمضت عيني، الثانية خلاص يقول لك عادي، يقول لك عدي غير مايكاتك. سفيان هو هذه ميزة وعيب. ميزة انه في شغله ما يبصرش، لكن عيب انه هو في شغله ما يبصرش. سفيان كم مرة صارت معك موقف هو تصفير المايك؟ انت عزو فنيا يعني، هل هو انه هو المايك يجي قدام السبيكر ولا شنو؟ لا هو الحمد لله من فضل ربي يعني ما درنا حفلات يعني مع سفيان ما صارتش، لكن معايا مرات نتفرج على حفلة نلقى في سفيان نقول الحمد لله مش انا اللي قاعد في المكان اللي قاعد فيه، يعني كدي جي مش انا اللي قاعد على الدي جي. ونقول الحمد لله مش عزف. ليش؟ لان نحق فيه، هو مش يحرج في الشخص اللي قاعد على الجي، لكن سفيان ما يحبش يتضايق، حتى الكلمات يريحها منا بعد ما يصفر. خلاص يخش على بغازي من السلوم، يخش على ام الوفاء. صح 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 رسمي. فالاكثر حاجه يتضايق منها سفيان بوطيغان يعني هو موضوع تصفيره المايك، او حد يقدمه يقول له لا خلي التقديم على بروحه. هذه خلوها الكره عند سفيان.
سفيان تغيير موضوع تصفير المايك، شنو الشيء اللي يطلعك من طوعك وانت على المسرح في الحفلات؟ تمام، يعني خاطي تصفير المايك وخاطي تقطيع المايك، الحاجة تخليني ممكن تنفس على المسرح. أنا جاي في حفلة وجاي بنقول شعر، والشعر يعني معروف أنه هو مود، أكيد خليني في المود. لكن لما يكون مقدم الحفلة مش عارف راسه مكريح ميدا، يعني يقدمك ومش عارفك تمن يعني يقدمك يا أما هكي سيك طول، يا أما أنت وما فقدت مع الشعر دغري. ياريت حتى يقول شعره. ياريت. صارت معي من قبل يا حميدة في واحدة من الحفلات، فالمقدم أنا ما اللي مش هو كان أول مرة ومسكين ومبختر عاطي طح فيه أنا اللي ما كان مشاف من إيجاي عليه، فقدمني قال والآن مع فقرة الشارع سفيان بطيغان. فأنا طبعا لساني متبري مني. اي والله أول ما ركبت ما عنديش مشكلة، ركبت تمام، الشارع ما عندي خلاص، انقالت هي اللي هناك صار. أول ما خيت المايك قلت لهم قبل ما نقول أي قصيدة، أنتوا تبوا الشارع ولا الشاعر؟ في فرق. وقامت علي قلت له رئيسي ولا فرعي؟ فهمني بس. فهو ما عادش عارف يدير. هو مسكين بس صراحة. لكن هي تصير. في المشكلة الثانية في اسمك. في لحظة سفيان بوغطيان، سفيان بوغطيان. كويس. اللي يقلب حرف قبل حرف ولا بعد حرف كويس. من قبل في حفلة صارت اللي قدمني سفيان بو النيران، قلت له بوطيغان شو جايبه بو النيران؟ انت غيرت الملامح بس صلي على النبي، يعني وزن حاجة كويسة. اسم فني. اسم فني على القافية. نعم سفيان بوطيغان. كيف غازي معمول معمول. ايوه ما شاء الله. لا وسفيان يعني بسلامة اخوتك ما شاء الله، سفيان وغسان وصفوان و مروان وغسان صفوان ومروان ما شاء الله كلهم وان وان مش مزعلين حدا. ربي يحفظك. جت كم رساله او شكر من شيخ المستمعين الحاج احمد بوذن، قال كم منورين. ربي يحفظك ان شاء الله ويطول في عمرك. طبعا اكيد غني على التاريخ شيخ احمد بوذن، اكيد من شيخ المستمعين واقدم واحد دائما في دعمه. صح الحاج ديما متواصل معنا حتى على الراديو المسموع متواصل معنا ديما، فنوجه له تحيه الشيخ احمد بوذن. اكيد ربي يحفظه ويطول في عمره ان شاء الله. نعم. قال لك جاك مسج، قال لك جاك مسج بلح الشام لحاج احمد، قال لك بلح الشام وزلابيا، شنو قصتها؟ شوف يا زهور لك انت بلح الشام قال لك كده. ما قلت لك نوجه له تحيه، هو برنامج قبل المغرب يجي من 6 7، هو ما بوش نديروا داي على قناه ليبيا الحدث، لكن البرنامج صارت خلاص انت هو البرنامج يعني تحدي وتنافس بيننا والفنان طارق المسماري، كل يوم نجيبه في حاجه. اليوم كانت حلقتنا على بلح الشام وزلابيا، فالمستمعين يعني هو برنامج ترفيهي. مالي صوت مالي صوت مثلا عز الفيتوري اليوم خذا المحلبيه وطارق خذا الكستردة، فيرنوا الناس وفي تنافس، نبو عز كستردة نبو محلبيه نبو، فكل يوم دايرين حاجه جديده. فاليوم كانت حلقتنا على بلح الشام مالي فاز اكيد هذه 3 مباريات فوز ان شاء الله دير معسكر عندك صح. لا عز ان شاء الله شنو يدير لك يختار لك الحاجه اللي يحبها الناس. الناس تحبها الزلابيا مثلا، هذيك وقت دار حلقه ما بين خضت التنور والشعير خضتنا التنور في رمضان التنور. يوم انت درنا حلقه على عشان تفطر على الحليب ولا اللبن، خذيت الحليب. ريت طارق طيب مسكين والله مسكين طارق الحيو طارق اكيد ابتسامته ديما على وجهه. بس طارق اليوم وكذا شاهد فينا طارق اليوم حسيت طلع من طوعه اليوم فضل بتاع هذا يختار في حاجات ان الناس تحبها مسكين ما عادش فاز 3 مباريات لاعب فيه لا لا بس هو هذا جو الراديو. شوف احنا الجميل حتى في الراديو ان احنا شو اسمها هي نحكي بالعام بلغتنا الدارجه، يعني المستمع ماشي في سيارته بدات في رمضان او غير رمضان يحب اللي يحكي بلهجته مش مثلا يقعد لغه عربيه فصحى او برنامج مثلا نوعا ما جد الناس تبي، لانك انت لما تحكي في الراديو جميع فئات المجتمع يسمعوا فيك. صح يعني الفئه الشياب والعزايز والعيال والعيال الصغار، يعني بتحكي باللغه العربيه تمام مع احترامي لكل من يقدم على الراديو يحكي باللغه العربيه، لكن ديما احكي بالعامي باش توصل اسرع. صحيح. يحييك الفنان الراقي جدا سعد الجنقال. ربي يحفظك. قال لك نور سفيان ونورتنا في لقائك اليوم. ربي يحفظهم ان شاء الله، واليوم كانوا ضيوف معي في البرنامج. ما شاء الله، وهم حتى عندي ضيوف انا الاسبوع الجاي ان شاء الله. راح تجي حلقه جنقاليه لا رسمي بنحضرها الحلقه هذه ضروري. هنا ولا برا؟ والله انت عادي. ما شاء الله لك كم حلقه يعني ما شاء الله. اليوم جيب حسيتك عقال جيب سفيان. اليوم نهدي شوي امس كان باسط قطعاني من بيضة احلى تحيه هو العازف الراقي جدا صلاح الشيخي، وكان اول امس فقره ذكر بنغازي صالح المشاي صالح المشاي كانت
سارة جميلة، استاذ طارق الزياني، فوزي صيرون، رمضان ونيس، فوزي صيرون ان شاء الله لما اروح طيب. اسماك راقية جدا، بشيل مسلاتي. فكرة برنامجك حلوة، وانت لما قلت سهرتنا يعني الناس كده تستنى سهرتنا شو بتكون. انت نوعتها فن وجبت ضيوف واجد، ومش من بنغازي بس، يعني حتى المنطقه الشرقيه، وما زعلتش حد، فربي يحفظك على اللمه الحلوه. هذا سلمك حبيبي، هذا نحن ريت يعني، والواحد ما ينفعش يشتغل بروحه اكيد، لما نجون بنخطب لازم يكون في المشوره، وانا الحمد لله نحب ديما نشاور اصحاب، يعني هذا عزتنا في خلال راسه ديما، قلت لك بدير كذا كذا، شو رايك؟ نحب ناخذ راي الجميع، يعني القريبين ليا، حتى لو جاك نقد منا تعرف ان هو نقد بناء، مش راي يعني مش هدنا. تمام، يعني انا مثلا في اوقات من اصدقاء قريبين مني لما نقدم حاجه يقول لا شكلها هذه ما ديرهاش، هذه مش عشان كيف عزته، كان يقول في كلمه في الراديو قلت له ما عادش تقولها، الحمد لله بالله الله يومين ما عادش قالها. ليش؟ يعني ميزه انه يتقبل من النقد، هي هذه، وانا اتقبل النقد من سفيان. ليش؟ انك انت مصاحبك مرايتك اكيد، وعارف نيتك شنو. ايوه، هي قصه النقد هذه، يعني في اللي تقبل منا، وفي اللي حتقول له باهي وحتجامنا، لانه هو ممكن ما يبش يوصل لك المعلومه الصح، ممكن الحاجه هذه يدير فيها انت كويسه، لكن حيقول لك عليها انت تلغي الحاجه اللي تدير فيها كويسه، هو خلاص هيك نجح. هو وفي اللي نقدر مثلا محمد عنده، اول امس كنت انا في على الراديو على كلام انت العامي اللي تحكي فيه، اللي قلت انت يعني يعني تحكي بالعامي افضل مش توصل للناس، لكن في كلام من رد العامي ما ينفعش ينقال، فكنت انا كلمه قلتها للمستمع محمد داز دي رساله وقتي، فخلاص لغيت يعني عرفت ان الشيء هي مع ان راهو كلمه شبابيه، لكن شنو محمد قال خلاص الغيها، لغيتها حولتها. ليش؟ لانه عارف محمد انه يسمع فيه لمصلحتك. وين تعيش اكثر سفيان انت في فجوة رمضان؟ وين تحشش؟ والله شوف، هي البرمه في بنغازي حلوه، تمام، خاصه الساعه اللي قبل المغرب، هذا هي سباق الشربه اكيد. لكن ماشي على الكورنيش، برمه سوق الحوت، شفت الناس سوق الحوت مش عاديه. وعز ضروري سوق الحوت، هذه ضروري يوميا. شو تحش عايز الحوت؟ والله هما يعني ما شاء الله، يعني تخش سوق الحوت كانك تبي تاخذ حاجه، حتلقى روحك واخذ حاجات واجبك مروح، ميزانيه معك، يعني حتجيب مبلغ، لا انا جاي على سب الحاجه هذ، تلقى روحك ملقط الخبز التنور، الهريسه العربيه، الحاجات هذه يعني اللي فين بنا سمحه في سوق الحوت. مرات راهو تخاطب تلقاه في المحلات ما تاخذنش، لكن هي لكن في السوق وبالذات اللي يبيع يقول لك راهو اخر ثلاث ظروف. اي اجمل كلمه لا تعجبني، ناخذ الثلاث هذه، تو الهريسه ناخذ فيها كلنا، ما ناخذ فيها في رمضان صح؟ علاش؟ هي القصه في البنا وانت محشش وسوق الحوت له هيك لا جو، له يعني ميزه فيه، حتى اللي يبيع لك يبيع لك بضحكه ولعبه. هم هذه اجمل شيء في تلاقي العياط الزبود الساخر. فاطينا زمان الحاج عبد السلام تاع الهريسه، زمان داروا فيه مقلب لها سنين واجده، زوبي يتذكر تقريبا العزقول خط لوح الحمر في وسط الهريسه، وسط قصر الهريسه. هذه من زمان من قبل الثوره. وعلى فكره الناس تشتري، يعني تجي سوق الحوت عادي الناس تشتري. نتذكر في السنين اللي فاتت يعني شخص باع رمله وقال لهم هذه الرمله هذه خاصه قويه وشروها حطها في الشكايه. والحاجه السمحه اللي في الليبيين، الطاوله مثلا اللي فيها الدعاك، حشيت الدعاك هذه ضروري احنا نشوفوا شنو فيها طاوله هذه. مرات تلقى الطاوله اللي بعدها نفس، لكن هذه اللي فيها الدعاك هي اللي نبوها. وهو الجو كله قلت لك اللي في اللي بيعه من زمان، حتى مشتي مصر في المنشيه واحد مقعمز من الصبح لليل يبيع في الحروف الامجاديه، يقول الف باء بط تا، يعني تيجي تتفرج يقول في حروف امجديه من الصبح لليل. فانت هي يكرك، هو التاجر الشاب هو اللي يكرك. ايوه يكرك بجو. وانا اللي ما نتحملهاش بتاع لي اخر طرفين اخر ثلاث ظروف هذه ضروري ناخذها. ما تو هم هيك سمعوك خلاص اخر اثنين عندي حقوا عزو حنين يا عطوط. تعال يا اخر اثنين دس بعد بالغرا خلي العزو. خطر على كلمه خليها العزو وعلى حنين وعلى الناس اللي تصبي مع الناس. في ناس مش حنينه معنا شويه. حناكل من ناحيتين، يعني شيء يخص معتز وشيء يخص سفيان ويخصنا كلنا احنا كوسط. موضوع الدعم، احنا يعني مع احترامنا كذا لهيئه الثقافه اللي عندنا، لكن انت مثلا سفيان عندك برامج مسموعه ومرئيه، وعندك قصائد شعريه، معتز عنده اعماله اللي هي الهندسه الصوتيه، وعنده برامج مسموعه ومرئيه، ونحن والفنانين في 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 عدم اهتمام من الوزاره او من الهيئه العامه للثقافه
في هالكوادر الشباب بالذات احنا نبو من يدعمنا. فرايك سفيان في هالموضوع يعني؟ والله رايي ولو تبي رايي بصراحه حيكون راي حزين يا حميده تمام. يعني كارثه لما يكون عندك مواهب في جميع المجالات اللي فيه الابداع، سواء شعر سواء غناء سواء تمثيل سواء تقديم، وانك انت مش مهتم بيهم. صحيح. يعني لما نقارن روحنا بالدول الثانيه المحيطه بينا، يعني مش حنكبروا قصه ونقولوا الدول الكبار، الدول المحيطه بينا. صحيح. لما يطلع موهبه يمسكوا فيه يعطوه فرصته، ينموه يعطوه فرصته على الاقل. لكن للاسف نحن هنا تقعد تعافر باش تاخذ فرصتك بيدك، تقعد تكافح ممكن سنين باش تدير اسم على روحك باش يعترفوا بيك. صحيح. وهذا كله لما يعترفوا بيك الدعم ما تدورش، اشقى بروحك كل واحد علي. يعني للاسف الدعم عندنا احنا معدوم. انت وعلاقاتك انت يعني في ناس واجد تعول على محبه الناس، تمام، محبه الناس كنز يا حميده، لكن ما عمره كان الدعم اللي يبيه الفنان هو محبه الناس. بالعكس محبه الناس حاجه حلوه، شيء اساسي اكيد، لكن باش الناس تحبك لازم تقدم لهم. يعني عليك لازم تطلع لهم صوره حلوه. صح. لكن لما ما يكونش في دعم انت كيف تطلب من الفنان انه هو يطلع لك صوره حلوه؟ صحيح. هذه من ناحيه سفيان كان مع الناس المسؤوله الكبيره اللي هي الناس اللي عندها القرار. معتز ممكن كبداياته ما زال ان انت تبي دعم اكثر من، لو نحكي مثلا على الصعيد الشخصي، من الحفلات من المهرجانات من هذين، انت تقدر تصرف انك انت تبي تغير سبيكراتك، بتغير مايكاتك، بتغير البطاريه، يعني تبي دخل باش تقدر تحدث به حاجتك. فشنو الصعوبات اللي صار لك في المواضيع هذه؟ هو الدعم يعني نحن كشباب يعني الحق ما عادش نرجو فيه من وزاره الشباب او اللي يدعموا في الشباب. قاعد كل الصراحه نقول لك يعني ما يندروش علينا بكنا، نشتغلوا برواحنا ونديروا في مهرجانات ونديروا في مجهودات برواحنا، يعني نحن اللي نجيبوا في الدعم لارواحنا الحق. يعني مرات يقول محمد نديروا مهرجان ويكلف كذا كذا هكي، خلاص محمد وعز وسفيان داروا بالمجاوده كل واحد يشهد نموا بعض. لا حتى قصة ان الناس اللي تو اللي ترعى في البرامج وتدعم في البرامج هم بارك الله فيهم ونجول لهم تحية اكيد، لكن قاعد حتى اللي يرعى برنامج يجي من النقد اللي على الفيس وعلى التواصل الاجتماعي وكذا، وني ما عادش انت يعني كيف ما نقول بالان ما عادش تسترزق على حالك. صح. فهمت؟ كان والله المسلسل مرات رمضان ما تفرجش عليه بك المسلسل، ينزلوا لك اول جروب على الفيس والله المسلسل فاشل وكذا وني. صح. يعني وما يعرفوش ان الظروف الفنانين اللي يشتغلوا بهم ظروف يعني باقل امكانيات يشتغل، مش عارف ان هو بعد ما محمد بعد ما يسمع بالفنان والله المسلسل واخذ 30,000، يحسبوا انه خلاص الفنان واخذ هو 30,000 في جيبه، ما يحسبوش انه في تصوير وفي مونتاج وفي اخراج وفي خدمات وفي وكادر العمل كم، يعني اللي بتقسم ثلاث شهور اللي مقطع فيها الروحه ويصور وكذا وني يبي يطلع له 1500 ولا 1000 جنيه. هيك حنقول بالعام تجي سبوبه هي توزع، هذا راهو هذا اللي واخذ دور بطولي راه يطلع له 1500. لكن مره بضار اللي برا ام بي سي وني ياخذوا في تيما صد على النت الشركات الاتصال اللي تو الملايين هذا دور البطولة ياخذ 1500 يعني اللي هيك خاطنا متخطين مضم مرات 200 جنيه وشيك اخرى. ومشكله شنو سياحي انك انت قاعد في حصار الناس اللي تحق مثلا محمد كمقدم برامج، عز وكدي جي وتقديم سفيان الناس الاخرى يقول لك والله هذا عنده. صح. عنده يعني حق في تفنه هذا مليان يطلع على الشاشه ويقدم ويطلع حفله اكيد مليان. صحيح. بينما هم لو يبحثوا في الظروف الاجتماعيه لكل شخص فنان يا ما فيها. بس انت فيه. مليان فيه وصفها لك مليان كلام اكيد به مليان بالكلام. مثلا عندنا موضوع النقد الهدام بس سمعني حاجك على الكلام اللي مليان به اليوم. تمام. اكيد. ليش لقيت الحاجب هذه لما جيت بتحكي انت؟ لازم منها. ليش يلقى الحاجب ما هيك تلقاه؟ لا صغير. لا واحد من صغير لمين؟ شوف يعني نوجه تحيه لكل الامهات اكيد، امك يا حميده وامك يا عز والوالده ربي يحفظها ان شاء الله يطول في عمرها. يعني انا عندي الوالده الدعم الرئيسي لسفيان بطيران. هي الكل الام اكيد ست الكل ربي يحفظها. فنقول في قصيده، وعلى فكره يعني صار موقف من بدري مر علي واحدة من صفحات الفيس، قصة صارت إن فيها عقوق والدين تمام. ونحن يا ويلنا من والدينا يا حبيبي الله. فنقول ما لقيت ما يوفيك، ما لقيت ما يوفيك يلي كبرت وعشت بين يديك، جيت نشكرك ما لقيت ما يوفيك، ما لقيت ما يسواك غير عقل يسرح لك وما ينساك، غير قلب ينبض لك وما يشفاك، غير عين تبكي لك وما تبكيك،
ولسان ما يردد الله اسمك ويدعي المولى ربنا يحميك، غير جسم يتعب لك يشيل معاك ومهما ثقل الحمل ما يخليك، غير حضن يا أمي يكون دفاك وضلوعي حطب للنار ودفيك. أمي أميرة ربنا خلاك وحتى الجنة تحت من رجليك ملقيت ما يوفيك، يلي كبرت وعشت بين يديك جيت نشكرك ملقيت ما يوفيك. الله يقدرنا على رضاهن ان شاء الله يا رب، الله يقدرنا ان نرد لهم تعبهن معنا، واحنا مهما ندير مش حن رسمي هذا مش حنكفون. قبل ما ياخذنا الكلام ونروح في الكلام، اعطينا كلمتك على ابطالنا القوات المسلحه وجيشنا الوطني وكلماتك الجميله اللي دائما تحكي. اول شيء اكيد نوجه تحيه لجميع افراد القوات المسلحه. نعم. من ليبيا بصفة عامة، ربي يحفظهم إن شاء الله وربي ينصرهم، وإن شاء الله يعني كي نفرح بتحرير طرابلس مع بعضنا كلنا. اللهم أمين يا رب. في قصيدة لي انشهرت الفترة اللي فاتت، القصيدة اللي هي صار حوار بين جدة وبين حفيدتها. نعم. الحفيدة خافت وبكت، فجدة قالت لها كلمة، وكلمة هذه تسوى عمر، قالت لها يا ما دونك ناس طاح وما زال يا ما دونك ناس تطيح. نعم. فنقول دونك جيش قوية ماما تحت قدامة حط البغدادي ويسامة، دونك جيش قوية ماما دونك جيش قوية أمي بيه اهتمي قايلك دمك ودمي، بكرة بيه الوطن تلمي كل أحلامة تبقي فرحانة بسلامة، ويردد همك وهمي في إقدامة تميتي كل اهتمامة بالعادي لا ما تهتمي ياما ياما جيشك كان اسهم قدامة، يهجم ويدافع وينمي يا منظامة مشير وجيش الكرامة، دونك جيش قوية ماما تحت قدامة حط البغدادي وسامة. الله عليك. الله يسلمك. تحية كده لجيشنا الوطني، تحية أكيد. قلت لك كبيرة ترى عزم حفيد تحقق برقية رسمي يحطوا في الجيش طول بعدها. أغاني عزو اللي في أثناء الحفلات، يعني هو الموضوع يبي سرعة بديهة، هي مش ميزة، هي مشكلة في وجه معتزلة، مشكلة في وجه قريضة أكيد، لكن عزو عنده لمسة فنية أنه يعيش معاك، لو مثلا معينا في الراديو يقدر يعرف شنو بنقول، يحس بي تلقاه دغري أول ما نكمل نلقى العمل اللي ماشي مع كلامي ماشي. صح. يعني على طول حتى في الحفلات. احكي لي عزو، احنا عارفين لك الناس تعرف انت كيف بسرعه تختار الكلمات، تختار الاغنيه على حسب ما يحكي فيها المذيع او الفنان كيف تعلق اول باول. هو كده كالفني صوت سواء في الراديو او في الحفلات ضروري ديما جاهز، يعني ديما الهارد ديسك بتاعه معاه، فهمته؟ يعني انت اغلب الكلام اللي نحكوا فيه نحكوا على بنغازي، نحكوا على ليبيا، نحكوا على القوات المسلحه، نحكوا على الام، فضروري تقعد انت الملفات هذين موتين وجاهزات. يعني محمد شاركس بعد ما يحكي على عصيه وبنغازي وبلا بلا واجد كده ما شاء الله، يعني وهذا كله يعني ما يوفش حق العصيه بنغازي كده هذا كله، يعني فضروري يقعد جاهز ويقعد يعني الفاصل كيف سفيان هو يعني قاعد يحكي على الجيش وقوات المسلحة، تقعد في موسيقى تحتها هيك حلوه، فمثلا موسيقى الجيش بدايتها زماره مثلا، يكمل من هنا السمحة والإبداع، وين إن كم صوفيا من هنا ترقى الأغنية وتحول الموسيقى ترقى تخش مثلا. صح. الأغنية وقت حتى المستمع يعيش معاك جو واحد آخر، أنك كملت لباقي الصورة اللي رسمها صوفيا، وهذه ميزة على فكرة في عز في كم حفلة، يعني بدون ما بحث فيه خلاص أنا قلت قصيدة، أنا قعدت نفكر شن بيحط. يعني تعودت انا في حفلات لما نقول قصيده جيش انا عارف شنو الاغنيه اللي بتتحط، لكن عزو قاعد يفاجئ فينا بالاغاني، فهذه حاجه حلوه. يعني هذا كله يعني نفكر لك فيش نحط، هذا كله انت خايف مني، خايف مني خايفك انا خايف من مايك يصفر. سفيان صار معك مواقف في بعض اللقاءات التلفزيونيه او بعض اللقاءات المسموعه انك تكون مع ضيف مع مقدم برنامج مش فاهم المهنة، وصلت لك بدون ذكر اسم القناة اللي كنت فيها. صح. فحكي لنا عن الموقف هذا اللي صار معك، كنت كيف تنرفزت على الهواء وكان على الهواء هو البرنامج بدون ذكر اسم البرنامج. صح. ولا وقتها. شوف هي الكارثة انك انت الكارثة انك تعرف سفيان يكون معك. يا عيني عليك هي كارثة، بس والله لكن يخوفوا مشاهدينا. والله هيك على طيب يا رب. لا كارثة بيشغلك خافش مش واجد. ديما المقدم الشاطر لما يجيبوا له ضيف يكون عارف بس من الضيف اللي جاي. صح. على الأقل يكون عارف حاجة واثنين عليه، هذه من ألف باء تقديم يا حميدة. نعم. عطي حق الشخص اللي جايك وانت أطلع بمظهر سمح قدام الناس يشوفوا فيك أو صحيح. يسمعوا فيك. اللقطة اللي صارت معي يا حميدة بدون ذكر أسماء والقنوات، هناك كنت ضيف برنامج فمشيت
خشيت الاستوديو بدأت الحلقة والحلقة كانت على الهواء يعني رأيت حتى تسجيل رأيت لمها تلتم بعدين في المونتاج فبدينا بدأت الحلقة بديت نتفاجأ يعني الأسئلة أول سؤال نتذكره كان إن سألوني قولي نحن عارفين إن الشعر شيء جديد في ليبيا نعم فأنا قعدت نبحث رفعت الحاجب هذه كيف هذه الشعر جديد هل كان خفية ولا برنامج جديات ولا شو الموضوع يعني قعدت نضرب أخماسي فسداسي كيف يصير الشعر جديد في ليبيا أنا قعدت نبهتي فحسيت يحكي بجدة فقلت له الشعر شيء جديد في ليبيا هذه أنت معانا ولا مش معانا ولا باكد جديد في ليبيا باك هو الجديد فخذ إجابتي وعادي أنا جاوبت بصراحة بعدها استمر الموضوع قبل نهاية الحلقة هنا البامة الكبرى يعني مسك الختام مسك الختام فقبل ما يختم الحلقة قال لي باي احنا يا سفيان أنا بنختبرك على الهواء فأنا بهت فيه قلت له كيف قال لي بنختبرك على الهواء قلت له كيف تختبرني على الهواء قال لي كيف نختبرك على الهواء نعطيك موضوع وقول لي عليه قصيدة فأنا لساني والله فقلت له يا شوف يعني انك انت تختبرني على الهواء هي صعبه تمام مع احترامي له ومع احترام لاي انسان يستضيف سفيان بطيغان لكن انك انت تختبر ضيف على الهواء او شيء انت مش شاعر باش تختبرني يا عين عليك اولا مش حلوه انك انت تختبر تجيبها بالطريقه هذه كان جابها بطريقه واحده اخرى انه مثلا ترسمانا على الجلسه الحلوه اللي قاعدين فيها ولا راس بيت خطر في بالك اوكي تمام لكن تقول لي نختبرك على الهواء اولا ما هو الشاعر باش يختبر صحيح ثانيا فرق السن اللي بيني وبينه انت كيف تختبرني صحيح بما انك انت مش عارف ان الشعر اصلا قديم في ليبيا فكيف تختبر يعني والله بجد يعني اول مره تصير معي في حياتي انا نندم على المشاركه في برنامج انا اطلع في ضيف بالأسف. هو المفروض احنا بلقاءاتنا الواحد يسال قبل مش عيب اكيد من اللي بيحاورني يا عين عليك مش عيب يعني ما وخلاص فانا منا مسكين العيل كراه اليوم اللي جاء في صوفيا رسمي رسمي او الشاب قصدي باحترامي له فانا شنو بنت فيها وقتي يعني انا جبت لها حتى بطريقه جديه يعني جبت لها قلت لها بان في ملامحك لما الموضوع ما فيش بصاره فهو خلاص ما عادش حتى لما بيختم ما عادش عارف يختم مسكين فخلاص انا طلعت ومشكت الامور ولكن قلت لهم يعني مره ثانيه لما اجيبوا ضيف فهموا الشخص اللي قاعد يقدم برنامج انه حاجة وثنية أفهمها قبل ما أقدر بالنسبة للنقد الهدام يلي صادف في معظم المشاهير سواء كان ما زال كيف بادي في طريق الشهرة أو كيف بداية كيف يبني في اسمه أو اللي قاعد ماسك مكانه في السوق عزرا إحنا صفحات التواصل الاجتماعي إيجابية وسلبية وللأسف أن السلبية أكثر من إيجابية صح. يعني لو صاحب البوست نزل أن عزه ما شاء الله عليه كلها تقول لك عزه أحسن واحد في الكون كان قال عزه نقط أي شيء آخر كله تبدأ صح. فأنت كشاب وقاعد في هالمجال وبدأت الحمد لله فضل رب بدأت تبني في اسمك الحمد لله وبدأت تنعرف في الدي جي تميت من الأسماء الأولى الحمد لله والتقديم الإذاعي والمرئي فكيف شايف موضوع النقد لو نحكي عن نقد الفيس غير نقد الناس اللي برا اللي مش مقتنعين بجيل الشباب أصلا صح هو والله يقول لك على حاجة يعني التواصل الاجتماعي قعد يعني لا ضجة أكثر من أي شيء آخر يعني بعد ما نجي أنا والمشكلة والطامة وين أنت بعد ما ينزل علي مثلا عز الفيتوري تو ممكن يعرف الاسم بس اللي نزل الأخرين ما يعرفوش كتب عليه مش كويس خلاص هتلقى التعليقات كلها ما هوش كويس كويس وتب هتلقى برضو هتلقى في ناس ما يعرفونش لكن راه ما هوش كويس ونعرفوه حيبدأ الإشاعات وانت خود يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله خودك اللي بيه والحاجة الأخرى أن الإيميل تلقاه وهمي يعني فاتحة بأول رقم أول رقم ده وهمي بيش يشوف بيه سمعة ولد بنغازي ولد ليبيا كمال عواجل للأسف اللي هي سيئة تشوف في سمعة الناس فينزل المشكلة لو يغلط فيها أنا عادي صحيح. أنا يعني الحمد لله يعني ما أنت مازال ما خشيتش في المعمل حتى لو نخش ولا لو محمد شركس اللي هو الناس يعني اللي معروفة في الشاشات الليبية يعني ياريت يكون حتى النقد أو تبي تغلطي فيه هو يعني فيش داعي تتطرق المواضيع أخرى تعمق. يخش حتى تبي يخش حتى في الهلع يعني يخش في العرض يخش في كلمات سيئة والأسف اللي يضايقنا تلقى أن حتى للعنصر النسائي يخش معهم في الشب والستيمة والأجواء صعبة هذا بالنسبة للفيس عزو لا تسكت سوفيان لو حكينا على الناس اللي أقدم منا نحن الناس المفروض هم الأساتذة اللي عندنا الناس المفروض اللي هم يعلمونا الصح
أنا نفتخر لما يجيني أستاذ إعلامي قديم كيف نقط ونقط كيف فلان وفلان ويشاركك أنت هذا كان غلط هذا كان غلط المفروض تسجل من نفسك نفرح صح. بس لما تكون أنت إنسان هو إنسان معروف يعني مش راح حد من لسانه قاعد طول نهار على الفيس ما فاضي إلا يكتب شركس ويهزم سفيان ويهزم فلان ويهزم طول ما هو قاعد هم وناس قدم أنت راكي اسمك في المجال الإعلامي أو في المجال الفني أنت مفروض أنت دعمك لي مش أنا نطوب من نفسي صح ما تجيش تهاجم فينا بشكل سيء فرد فأنت رأيك أنت كده صار لك الهجوم هذا من أحد الناس يا مصار المعروفين اللي قدمنا يا مصار هو للأسف يعني إحنا نشوفه في الدول الثانية الأشخاص الخبرة عادة يأخذوا بيد الناس الجدد صحيح يورّوهم أخطائهم يساعدوهم يعطوهم ملاحظات سواء كان إيجابية أو سلبية والسلبي ينقلب إيجابي بعدين لكن فرحني يا عين عليك لكن ان على طول نقد هدام ولا وانت ما يصيرش منك وانت ما تنفعش وانت 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 صح. والكلمه هذه يا سفيان ما تنقالش والكلمه صح. هذه كيف جبتها اصلا يعني واحده من المواقف اللي صارت في يوم الايام امسيه شعريه انا كنت مشارك فيها فقلت قصيده بعد ما كملت ياريت مثلا جاء حكى لي وهو كان يحكي مع ناس قاعدين قاعدين معاه فقال لهم لا اصلا سفيان شاب وخرب الشعر وسهل الكلمة وبسطها والشعر مفروض له رونق خاص وله صعوبة في الفهم قصدي مشكل عملية الحياة حلوة يعني عليك عليك نصعب فيها هي حياة صعبة على الناس عايز صعب فيها زيادة صح يعني بنقول شعر ولا بنقول لغز للناس صح يعني أنا عارف مساحتي كسوفيان بطيغان عارف مساحتي أنا كسوفيان بطيغان عارف روحي لما نكتب نكتب علي حاجة أنا فهمها وعايش فيها وعارف إن هي حتضرب مع الناس يعني عليك يعني معلش أنا مش حنتعدى حدودي في يوم من الأيام نجي نكتب قصيدة مثلا على كلام الأجواد ولا نكتب قصيدة على الإبل أنا مانيش قاعدة معاهم حتى لما نكتبها بنكتبها بتصنع يعني صح الناس حتقول لك والله مش حتوصل سفيان مش عايش في نجع ولا صحيح ولا عايش مع ابل ومربيهم باش يكتب عليهم صحيح فالنقد هذا للاسف احنا عندنا كارثه الناس الكبار وكانهم شنو يحسك انك انت ناقم عليك انك انت خشيت الساحه وكل شيء يعني بالعامي هيك بالعكس لهم التحيه والاحترام صحيح. لكن تقبل الشخص وفي منهم ناس بجديات تلقانا وترفع لك معنوياتك تلقاك انت ماشي ولا احسن واحد يعني عليك أنا يعني على الكلمة هذه يعني الحق نشكر كل من بجديات الناس اللي لهم اسم في الإعلام وديما يعني يقولوا لي في كلام طيب لكن على موضوعك هذا بالذات يعني كينا في زميلتي على التواصل الاجتماعي واسم كبير في المجال الإعلامي يوم نزلت وانت عرفت هي القصة يعني ما ندسش عليك في شيء أنا عارف والله نزلت بوست الحمد لله بعد الحلقة ما نبيش ننزل قبل الحلقة لأن أول حلقة لي فما نبيش ننزل بوست قبل الحلقة أن انتظروني وكذا وني قلت خايف قلت مرات يقولي لا ما عادش تقدم عادي ما فيهاش زعل لأن أنا أول مرة فالحمد لله طلعت من الحلقة ما شاء الله وربي يوفقك واستمر وكذا وني نزل بوست على الفيس فلقيت الأستاذة هذه معلقت لي فكتبت لي يا ريت يا عز الفيتوري تخليك في مكانك افضل خليك فني صوت انت ناجح وكذا ما تخشش على التقديم شو خشيت علي على الخاص رايها يهمني اكيد اعلاميه استاذه اذاعيه معروفه خشيت علي على الخاص قلت لها استاذه انك انت سمعتيني وشفتي غلط قالت لي لا انا ما سمعتكش لكن يعني حكمت عليك من غير ما تسمعك قلت لها بيرا ورايك يهمني خش يعني اللي عاد راه الساعه 12 الليل اسمعيها واتصلي بي لو حتقولي لي وقف حنوقف انا ليش لان عارف انا رايها يهمني تحطيم معنويات من غير ما يكون شيء معك ولا ربي يقدرنا جميعا احنا ما زلنا كنا نقول ما حكينا ما زلنا في بدايه الطريق ما زلنا نتعلم ورب يقدرنا ان شاء الله ونوصل اللي احنا نبوه بن سواء فن او اذاعه او اعلام الاعلام الراقي اللي يخدم المواطن يخدم ان شاء الله تعالى الوقت الطيب يمشي بسرعه ساعتنا ما شاء الله ما حسناش بيها انتهت باسرع ما يكون وجلسه جميله مع سفيان ومع عزو مشكورين على تبتكم الدعوه اليوم ونورتوني في سهرتنا قبل ما نختمه أكيد هذا شكر بسيط مش قادر كم من شركة ألوان للظهور تفضل عزم سيدي بارك الله فيك وانت دي اليوم ما شاء الله جمعت شركة ألوان اليوم الأصفر والبرتقالي مدلعين الجو شكرا بارك الله فيك ربي يحفظك إن شاء الله أكيد شكرا لأخويا زهير مشتر ألوان في منطقة الفويهات بجاه مستشفى الأطفال على الباقة الوردية الجميلة ودعمه الكامل لبرنامج سهرتنا وسهرتنا اليوم نورت بيكم
ونورتونا اليوم وكلمة عز تختم بيها. أنت حتختم كلمة وسفيان حيختم كلمة. لازم شعر بس سريع عشان خليه بكلمة خير. قبل ما نختمه جاك سلام خاص من الشاعر الغناي مدينة جدابي. يا سلام القاب سيلك منور يا سفيان. ربي يحفظ إن شاء الله ومن الناس اللي نعتز بيهم ونحترمهم وشاعر كبير وكان ضيف عندنا راقي جدا حيل كل أهل جدابي مدينة الشمس. ربي يحفظ إن شاء الله. عز كلمة تختم بيها لقاءنا معاك اليوم ونورتنا. أكيد نوجه لك تحية محمد شركس وكل الكادر اللي يخدم معاك وتحية لقواتنا المسلحة اللي يسطروا في ملامح التاريخ في عاصمتنا الحبيبة طرابلس. إن شاء الله يا ربي الأيام الجاية والعيد الجاي في ساحة الشهداء بإذن الله. تحية للوالد والوالدة اللي شاهدوا فيني على قناة ليبيا الحالة. تحية لجميع المشاهدين والمستمعين حبايبي أكيد ما نساهمش وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. سفيان سفيان اكيد منور يا حميد على الاستضافه الحلوه هذه. ربي يحفظك انت والكاست الموجود معك. اكيد تحيه لوالدتي تاج راسي ربي يحفظها ان شاء الله. ربي يرحم والدي ويغفر له. تحيه لاخوتي كلهم وخيتي الوحيده اكيد صفوان بروح هذا كيد عندي نعم. اكيد تحيه لكل يعني احبابي وناسي سواء في المنطقه الغربيه الكفره المنطقة الشرقية ربي يحفظهم إجدابي. أنا ناس نعتز بهم منهم الشاعر سلام القاسي ربي يحفظه إن شاء الله. أكيد تحية لكل عرب بنغازي وتحية للقوات المسلحة وإن شاء الله النصر قريب وكيف ما قال عزو نحتفلوا في الساحة معاهم وإن شاء الله حتى قاعد أفراح. اللهم أمين إن شاء الله. إن شاء الله ربي فرحنا بطرابلس وتعود إن شاء الله الوضع جديد بإذن الله تعالى. إن شاء الله جزيلا كرام. الوقت الطيب أكيد يمر بسرعة بصحبة ضيوفنا وأصحاب المكان شاعرنا صفيان بطيغان وعزو الفيتو. اليوم كانت حلقة من الحلقات الرائعة أكيد وكل حلقاتنا كانت رائعة بحضور نجومنا وفنانينا وشعرائنا وكل الناس تقدم رسالة سامية في بلادنا الحبيبة. في الختام شكرا خاص جدا جدا لمخرجنا الرائع عماد بن عامر وشكرا صاحب الكاميرا الشرقية أكيد حمادي الزوبي وحمادي الشيخي بدي وتحية للمسيار خويا هاشم العبيدي وتحية أكيد للهندسة الصوتية عبد الله المسماري وهندسة الإضاءة أكيد أحمد الفرجاني ومعد برنامجنا علي رمضان وتحية أكيدة لموحي الهواري وعلي كل فريق العمل اللي معانا اليوم في كل صارتنا. ربي يحظى حتى موحي دائما معانا مسكيني من هدي ما ننسوا فيه. معادي معكم جدا بإذن الله تعالى بكرة. في الختام شكرا لشركة الشاهين وشكرا لحلواني لارين وشكرا لمشتل الألوان. شاكر صحيحيك معادنا بكرة بإذن الله تعالى في نفس التوقيت من 1 للساعة 2 والإعادة بكرة الساعة 11 في الظهر بإذن الله تعالى. في الختام ما كملنا غير السلام. ليلتكم سعيدة والسلام عليكم. جيناكم جبنا سهرتنا كل مرة فيها فنان والأحلى تبقى لمتنا والبسمة دوم رسالتنا في سهرتنا في رمضان تفرح دولتنا غايتنا والكل في سهرة فرحان.